السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم صافا، إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله تكون بالصحة والعافية. موضوع اليوم موضوع جديد في قناة باراميديكال دي زيتوب. إن شاء الله تكون المواضيع اللي فاتت عجبتكم ونالت إعجابكم، وإن شاء الله نحاول معكم كل مرة فيديو جديد وكل مرة موضوع جديد. اليوم موديل أناتومي تكملة للمواضيع اللي فاتت، راح نشوفو سكولات. قبل ما نبداو ما تنساوش جيم وبارطاجي القناة باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. إذا موضوع اليوم هو سكولات، الهيكل العظمي. الهيكل العظمي راح نشوفه باختصار واش تحتاجوا في الهيكل العظمي. حاولوا أنكم تركزوا مليح في هذا الموضوع، هو انطلاقة لأغلب المواضيع القادمة إن شاء الله. نحاول نقسمه إلى قسمين مختصرين، ما نفوتوش 10 دقائق في الموضوع، بحيث أنكم تستفادوا من مختصر اللي راح ممكن تقرأوه في 4 دروس ولا 5. نحاول معكم الماكسيموم نعطيكم الحوايج المفيدة في هذا الموضوع. إذا ندخلوا في ديفينيسيون سكولات، الهدف نتاعها أولا لوبجيكتيف علاه نقراو سكولات. أول حاجة سابوار نومي ريكونيتر لي زوس دو سكولات أومان، رايح تخليك تسمي العظم وتعرف عظام خاصة بالهيكل العظمي. معنتها الطالب والله في مجال التمريض على الأقل لازم تعود عارف بعض الأسماء لبعض العظام، هذه في أبسط الأمور. الآن نروح للديفينيسيون، وش معناتها سكولات؟ ممكن في الامتحان يقول لك أعطيني ديفينيسيون دو سكولات. سكولات هي لا شاربون توسو دو كور دو لوم اي دي زانيمو، معناتها هي السكولات هي الإطار العظمي الخاص بجسم الإنسان وجسم الحيوان، هذا اللي يشترك فيها الإنسان والحيوان. سكولات أومان يكونستيتي دو 206 أوس، معناتها عظام الإنسان راح نشوفهم كامل في هذا الموضوع هما 206 عظم. هذا باختصار بالنسبة للأوبجيكتيف والديفينيسيون. الآن نروحوا لعنصر 2 ليست ليزوس سكولات أومان، معناتها راح نشوفوا قائمة الخاصة بالعظام اللي كاينين في جسم الإنسان. احنا نختصرها كذلك نشوفوها في نقطتين، النقطة الأولى سكولات أكسيال محوري، والنقطة الثانية هي سكولات أبنديكولار الزواهد ولا الزائدية. إذا كان فهمت هذو النقطتين راح يجيك الموضوع كامل بتسلسل وراح تفهم جميع المواضيع. لازم تشوفوا معايا في سكولات أكسيال اللي نقصدوا بها المحور، كاين زوج حوايج، كاين التات وكاين ترونك، معناتها كاين الرقبة ولا الرأس، التات نقولوا الرأس وترونك هي الرقبة. هذو هما سكولات أكسيال اللي نقصدوا بهم المحورية. جي الفرع الثاني اللي هي فرع من سكولات أكسيال، عندنا 4 مناطق سكولات أبنديكولار الزائدية، كما مثلا نقولوا أبنديس الزائدة دودية، لابنديسيت انفلاماسيون دو لابنديس، هنايا أبنديكولار اشفوا عليها الزائدة الدودية، هي تشفى أكسيال وتشفى أبنديكولار. سكولات أبنديكولار فيها 4 مناطق وكل منطقة راح نشوفوها بالتفصيل إن شاء الله. العنصر الأول سنتور سكابيلر، السنتور هي المنطقة وراء الحزام الكتفي جهة الكتف، وبعدها واش يجينا؟ يجينا المومبران سوبيريور الأطراف العليا اللي راح نشوفوها كذلك في جميع دروس تاع السوان ولا جميع دروس اللي راح تشوفهم إن شاء الله في البروغرام باراميديكال. راح يقول لك مومبران سوبيريور مومبران انفيريور. الآن قلنا سنتور سكابيلر هو المنطقة الأولى، المنطقة الثانية مومبران سوبيريور الأطراف العلوية، وبعدها تجي سنتور بلفيان منطقة الحوض حزام الحوض، والمنطقة الأخيرة هي مومبران انفيريور ولا الأطراف السفلية. إذا كطالب لازم تشفى على هذو زوج حوايج، سكولات أكسيال سكولات أبنديكولار. سكولات أكسيال فيها التات وفيها تروك، سكولات أبيديكولار فيها 4 حوايج، فيها زوج سنتور فيها زوج مومبران، سنتور سكابيلار سنتور بلفيان مومبران سوبيريور مومبران انفيريور. هذا واش لازم عليك تشفى في هذا في هذه النقطة. لحد الآن إن شاء الله يكون الموضوع مفهوم. ننتقلوا إلى العنوان الثاني. الآن نتعمق قليلا في سكولات أكسيال سكولات أبيديكولار. قلنا لي زوز دو سكولات أومان سون ديفيزيون دو بارتي دو جروب، كاين قلنا أكسيال وكنا كاين أبنديكولار. واحد سكولات أكسيال كومبرون تو لي زوس سيتي لو لونغ دو لاكس لونجيتودينال دو كور باركورون
et cet axe vers le bas afin de prendre l'avantage sur ces structures et sur les os qui les composent. إذن سكولات أكسيال راح تجمع جميع العظام بشكل طولي، راح يكون العظام ب على طول المحور بالنسبة لجسم الإنسان. بيركورون ستاكس راح يكون كذلك من فيرلوبا معناتها إلى الأسفل، وهي اللي راح تميز تخلي جسم الإنسان بشكل ولا البنية نتاعو بشكل محوري بشكل طولي. هذه هي سكولات أكسيال. أما التركيبة كومبروليسوس كي فورم الكران سكولات لارانجي كولون فيرسيبرال الى كاش توراسيك، معناتها كما قلنا قبل راح تشمل عظام الجمجمه، عظام الحنجره، وعظام العمود الفقري، كذلك كاش توراسيك القفص الصدري. هذه بالنسبه لسكولات اكسيال. نروحوا للعنصر 2 سكولات ابانديكيلر. رغروب توت لي زوس كومبوزون لي مومبر انفيريور اي سوبيريور. كما ذكرنا قبل قلنا راح تجمع جميع العظام اللي تالف لنا الاعضاء السفليه والاعضاء العلويه، ainsi que les ceintures scapulaires et pelviennes. كما ذكرنا قبل قلنا فيها الحزام الكتفي وفيها الحزام الحوض. هذه بالنسبه للتركيبه. كذلك لي زوس دو سكولات ابانديكولير فيها قلنا لي مومبر لي سنتير الاطراف والاحزمه سون هما لانكس تاع سكالات اكسيال، معناتها هما لواحق بالنسبه لي السكولات المحوري اكسيال. هذه باختصار واش رانا راح نشوفوا في موضوع اليوم سكولات اكسيال وسكولات ابانديكولير، راح نتفصلوا فيها بالشرح الممل. عنصر واحد سكولات اكسيال، كما ذكرنا قبل قلنا تكون من منطقتين تات وترونك الراس والرقبه، راح تكون فيها لوس دو كران العظام خاصه بالجمجمه ولوس دو فاس العظام الخاصه بالوجه. لي سوس دو كران بروتيج لو سيرفو اي فورم اوريفيس دونو اسي على انتيريور دو كور. هذه العظام الخاصة بالجمجمة راح تحمينا الدماغ، كذلك راح تشكل ثقوب تعطينا المنافذ لداخل جسم ولا جسم الإنسان. كذلك الكران يكمبوزي دي زوز كرانيان، جمجمة تتكون من عظام جمجمية وسكولات فاسيال من كذلك هيكل عظمي خاص بالوجه. سكولات فاسيال كونسيتي لافون دو كران، السكولات هذه الهيكل العظمي الوجهي هو اللي راح يشكل لنا الجمجمه الاماميه. نشوف العنصر الاول لوس دو كران. واش فيها لوس دو كران الجمجمه؟ اول حاجه فيها الكران فورم دو ويت اوس، معناتها يتكون من 8 عظام، 4 سون بير وربعة سون امبير، معناتها ربعة راح يكونوا بزوجي وربعة راح يكونوا فردي. هذه بالنسبة للجمجمة الكران. اولا نقولوا ربعة البير لوس باريتو ولا باريتال ولوس تومبوريل ولا تومبورو. هذه واش كاين في كما يظهر في الصور لوس باريتو ولوس تومبورو، هذا اللي راح نتشفوا عليهم بالنسبة للكران. بقاونا ربع الامبير معناتها لي فردي، قلنا بير زوجي امبير معناتها فردي. عندنا ربع كذلك لوس فرونتال كما يظهر في الصور، لوس سوبيتال، لوس سفينويد ولوس اتمويد. هذو اربع عناصر هذو اللي تشوفوا عليهم بالنسبه لي الكران. الان عنصر اثنين، العنصر اثنين اللي هو لوس دو لافاس. شفنا في الجمجمه قلنا كاين 8، الان لوس دو افاس كاين 14 كونسي دو 14 اوس، معناتها عندنا 14 عظم. لوس بير ولوس امبير كذلك. لوس بير عندنا ماكسيلير لي ماكسيلير الفك الفكي، زيغوماتيك اللي خاصه بالوجني، عندنا كذلك لوس نازو الانفي، لوس لاكريمو اللي خاصه بالقناه الدمعيه ولا نقولوا الدمعي، وفي الاخير عندنا بالاتان ولا نقولوا كورني نازو اللي هي خاصه بالقرن ولا الجهه الانفيه. الان لوس امبير فيها لامانديبيل وفيها لوفومي الفك السفلي، فيها كذلك المقي ولا نظرا للاسم نتاعها. عنصر ثلاثه لوس اويد سول اوس كي نو سارتيكول با سيتي او نيفو دو كو امبليكي دون لا ديغليسيون، هو العظم الوحيد اللي ما يتحركش وراح يكون في المستوى الرقبه
ويكون كذلك ضمني ويساعد والله يدخل في عملية البلع. السكولة لارانشي اللي خاصة بالحنجرة لارينكس سيتيون تراتراشي إلى راسين دولا لونك، راح تكون بين قصبة الهوائية وكذلك بين مع جذر اللسان. هذه بالنسبة لي لارينشي. وصلنا لنهاية الدرس سكولات الموضوع الأول، نلتقي في الموضوع الثاني إن شاء الله. أي جديد راح يكون في القناة باراميديكال ديزاتوب، أي جديد راح يكون مع بروف أنكوني. ما تنسوش متابعة القناة وبرتاج، وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. تهلاو لي في رواحكم وسلام.